السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة الأخبار من تلفزيون الجزائر. بداية وخلال زيارة الدولة التي قام بها إلى دولة قطر وجمهورية الصين الشعبية والتركية، كان لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون زيارة إلى عدد من المجمعات الصناعية بمدينة شينزان بالصين. السيد الرئيس وخلال زيارته لمجمع بي واي دي لصناعة السيارات الكهربائية دعا المصنعين الصينيين إلى الاستثمار في الجزائر. لو يريد صنع السيارات في الجزائر فتكون له كل التسهيلات، تصنع بالنسبة للجزائر وبالنسبة للمحيط تاع الجزائر، المغرب العربي وإفريقيا. لحد الآن ما عندناش شركة صينية اللي تصنع، مرحبا بك. حتى نصلح كذلك البطاريات الكهربائية، كما اتفقنا مع فخامة الرئيس شي جين بينغ، 60% من السيارات الكهربائية في العالم هي صينية، ولذا نتمنى أن تصنع كذلك عندنا ولكم كل التسهيلات. السيد الرئيس أشاد بالكفاءة الوطنية التي تسهل الشراكة بين المتعاملين من البلدين. أعتقد أن التعاون مع الجزائر يكون سهل لأن الإطارات موجودة، ربما بتكوين بسيط بعض الأشهر يصبحوا إطارات قادرين على تشغيل سيارات متطورة مثل هذه. سهل باش تكون فيه يد عاملة متكونة وتشارك مع أصدقائنا الصينيين في حركية اقتصادية جديدة وصناعية جديدة، منها صنع السيارات أو بالأقل في البداية تركيب السيارات. يعني ممكن نصنع للجزائر ونصنع كذلك لإفريقيا. رئيس الجمهورية وخلال زيارته لمجمع هواوي للصناعات الإلكترونية أكد على إدخال الرقمنة والتكنولوجيات في مجال التربية والتعليم. On a décidé qu'en Algérie, au plus tard, dans deux ans, il n'y a plus de cartables, il n'y a plus de livres, il n'y a que les tablettes. Et ça va nous faire une économie de professeurs, puisque à partir de des gens très bien formés, ils peuvent rentrer en contact et enseigner à distance. Et ça rentre exactement dans la politique que nous sommes en train de suivre actuellement. السيد الرئيس دعا المستثمرين إلى ضرورة القدوم إلى الجزائر والاطلاع على الإمكانات الموجودة ولما لا تبادل الخبرات في مجال البنى التحتية. Et je vous invite à venir en forte délégation de voir pourquoi nous sommes d'accord sur beaucoup de choses. Nous devons partir même pour certains pays africains, pour certains pays voisins, en Algérie et en dehors de l'Algérie. On va travailler ensemble. Si pour vous installer, il n'y a aucun problème, ni pour le terrain, ni pour notre participation financière aussi au projet. L'essentiel, c'est d'arriver à moderniser toute l'économie, moderniser l'enseignement et nous étaler aussi sur nos amis et nos frères africains. تتواصل بمدينة سانت بيترسبورغ بجمهورية روسيا الفيدرالية أشغال القمة الثانية للمنتدى الاقتصادي والإنساني الروسي الإفريقي بمشاركة ممثل رئيس الجمهورية الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن. وقبيل انطلاق أشغال اليوم الثاني من القمة الثانية للمنتدى الاقتصادي والإنساني الروسي الإفريقي، أخذ قادة الدول المشاركة صورة تذكارية لتنطلق الأشغال بكلمة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وفي جلسة علنية حضرها الوزير الأول، حيث أكد الرئيس الروسي وجود تضامن بين الجانبين الروسي والإفريقي في توجههما نحو عالم متعددي الأقطاب، وأن الجانب الروسي مستعد للعمل وبناء شراكة استراتيجية متبادلة المنفعة تقيم العلاقات مع كل دولة إفريقية. الوزير الأول وخلال كلمة له باسم رئيس الجمهورية نقل تحايا السيد الرئيس إلى الرئيس الروسي والرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، متمنيا نجاح أشغال القمة الثانية روسيا إفريقيا. أود في البداية باسم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون أن أعرب عن امتنان والتقدير
للسيد فلاديمير بوتين على دعوته لتنظيم قمتنا هذه، والشكر موصول لفخامة الرئيس غزالي عثماني الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي على جهوده في سبيل تطوير الشراكة الإفريقية الروسية. لقد قطع التعاون الإفريقي الروسي أشواطا طويلة انطلاقا من تضامن روسيا بالأمس مع الدول الإفريقية في كفاحها ضد الاستعمار، ووصولنا اليوم إلى إرادة مشتركة لبناء شراكة سياسية واقتصادية مثمرة نتطلع كأفارقة إلى مساهمتها في دعم جهود التنمية في قارتنا. الوزير الأول أكد خلال أشغال القمة الثانية روسيا إفريقيا أن الجزائر تعد ثاني أكبر شريك لروسيا في القارة الإفريقية. إن الجزائر وبعد استكمال ورشات إصلاحية كبرى تعكف اليوم على بناء اقتصاد متنوع وعصري كفيل بمواجهة كل التحديات، وخاصة الأمن الطاقوي والأمن الغذائي والأمن الصحي، وهي تشهد حاليا بفضل برنامج رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون تنمية شاملة جعلت منها وجهة استثمارية واعدة بفضل مناخ الأعمال الجديد المشجع للاستثمارات الوطنية والأجنبية. وأدى هذا إلى تقوية الناتج الداخلي الخام إلى 225 مليار دولار ورفع الدخل الفردي إلى أكثر من 4800 دولار، ونرمي إلى أن تتجاوز نسبة النمو أكثر من 5% في آخر 2023 مع مديونية خارجية معدومة. وتعود بلادي في مساعيها التنموية على علاقات التعاون التي تربطها بشركائها الأجانب بما فيهم روسيا باعتبارها شريكا استراتيجيا للجزائر، وهو ما تعكسه مرتبة الجزائر كثاني أكبر شريك تجاري لروسيا في القارة الإفريقية، ومختلف الشراكات الثنائية في المجالات الصناعية والفلاحية والعلمية والتقنية. فضلاً عن التشاور وتبادل وجهات النظر على مستوى منتدى الدول المصدرة للغاز وأوبب بلس حول سبل استقرار أسعار سوق الطاقة العالمية. وعلى هامش قمة روسيا إفريقيا ومنتداها الاقتصادي والإنساني، وقعت وكالة الأنباء الجزائرية أمس بمدينة سانت بيترسبورغ بروسيا على مذكرة تفاهم مع وكالة الأنباء الروسية تاس تفضي بتبادل المحتويات الإعلامية والاستفادة من الخبرات والتجارب. أكد مقال نشرته وكالة الأنباء الجزائرية أمس حول تهجم قناة فرانس 24 على الجزائر أن الإعلام العمومي الفرنسي ما زال ينفث سمومه على الجزائر بعد تناولها بشكل لا إنساني ومغلوط لمجهودات الدولة الجزائرية في مجابهة الحرائق الأخيرة التي تم السيطرة عليها في ظرف وجيز على عكس بعض البلدان الأوروبية. ودعا المقال مسؤولي قناة فرانس 24 التي تتلقى الأوامر بخصوص الجزائر من أحد المقربين من قصر الإليزي المعروف بصلته الأكيدة مع منظمة الماك الإرهابية، دعاهم إلى التحلي ولو بالقليل من الموضوعية في هذه الأوقات العصيبة والأليمة، ويجدر بقناة الشر والفوضى والتلاعبات. يضيف المقال أن توقف أكاذيبها المفضوحة حول الجزائر و تلتفت إلى ما يجري في بلدها وترتب أمورها أولا.
تجسيدا لتعليمات رئيس الجمهورية في مباشرة تعويض متضرري الحرائق التي مست بعض ولايات الوطن ومؤخرا ونجاح مختلف الفاعلين في إخماد الحرائق بفضل التجند الكامل، تواصل اللجان التقنية للمصالح الفلاحية بولاية بجاية أعمالها في إحصاء الفلاحين المتضررين، وذلك استعدادا لمباشرة عملية تعويض الفلاحين الذين تعد الأرض مصدر رزقهم الوحيد. المتابعة لأحمد خير الدين. إحصاء وجرد الخسائر التي خلفتها الحرائق الأخيرة بولاية بجاية متواصل عبر مختلف البلديات. أزيد من 150 متضررا تم التقرب منهم لحد هذه الساعة من قبل مصالح مديرية الفلاحة، والعملية متواصلة لتشمل جميع المتضررين. عندنا هنا خسارة كبيرة بزاف، عندنا هو بتسيدي ملي ديكتار اللي راحوا، عندنا دي في يومان اون ترونتان ولا بلوس دو 20 توت فاسون، وكاين اللي خسروا الغنم، اللي خسروا الشجور تاعهم، خسروا ديارهم، خسروا كلش، وربي واش ربي يعوض ان شاء الله. وجازوا لا كوميسيون، مرحبا اعطيهم صحه تاع الفلاحه تاع الباتيمو تاع الاخر، جاو البارح داروا لي روسونسمون. راحوا لي واحد 250 شجره زيتون بلا ولادي، هذو رزقي انا. لجنة الفلاحة راهي في المكان، رانا هضرنا معاهم، يعني عطونا وكتبنا لهم واش خسرنا واش درنا، هما كتبوا. دروك حنا ان شاء الله يا ربي يلحق الهضره تاعنا تلحق ليهم، الشكايه تاعنا يعوضونا يعاونونا. ليكيب تاع الفلاحه داروا دي ريسونسمون، سجلوا كلش واش كاين، شافوا بعينهم، ان شاء الله يعاونونا، ان شاء الله يعاونوا الفلاحين كامل. الفرق المتواجدة في الميدان أحصت أكثر من 100 هكتار من الأراضي الفلاحية تضررت بفعل الحرائق الأخيرة، فيما تباينت الخسائر المسجلة بين حيوانية ونباتية. نطمن الفلاحين باللي كصدير عنا رانا نقوموا بالواجب تاعنا وأكثر من الواجب باش نأخذ صدير الخسائر تاعهم، باش الدولة الجزائرية نزردوهم ونطمئنوهم بليك الحقوق تاعهم إن شاء الله ما يروحوش، ونتمنى وصاخر من الدولة الصديقة الجزائرية تعوض لهم كما عند العادة تعوضهم كما السنين اللي فاتوا. أغلب فلاحي بلدية توجا يقتاتون من النشاط الفلاحي، وإلى غاية الشروع في عملية تعويض المتضررين من الحرائق تبقى عملية الإحصاء والجرد متواصلة. ومظاهر التكافل والتأزر الراسخة في القيم المجتمعية للجزائر تجلت في صور رائعة من الهبات التضامنية مع العائلات المتضررة، حيث انطلقت من ولاية الطارف قافلة تضامنية لفائدة المتضررين من الحرائق الأخيرة بولاية بجاية. القافلة تحمل مواد غذائية وأدوية ومستلزمات طبية. وفي خبر أليم، خلف حادث مرور بولاية النعامة فجر اليوم وفاة 5 أشخاص وإصابة 19 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة جراء انحراف حافلة على مستوى الطريق الوطني رقم 6 الرابط بين ولايتي النعامة وبشارة. هذا وتدخلت مصالح والحماية المدنية للنعامة مرفوقة بالوحدة الثانوية لعين الصفراء لنقل الضحايا والمصابين إلى مستشفى محمد بوضياف بعين الصفراء. حوالي الساعة 4:10 صباحا وقع حادث مميت للمرور لحافلة نقل مسافرين تعمل على خط شلف غليزان بشار على مستوى الطريق الوطني رقم 6 الرابط بين مدينة النعامة ومدينة العين الصفراء، بالضبط بمنطقة تيركونت بلدية عين الصفراء. للأسف الشديد الحادث خلف 5 وفيات و19 جريح اللي تم نقلهم من طرف إسعافاتنا إلى مستشفى العين الصفراء. العملية شارك فيها بطبيعة الحال مصالح الدرك الوطني بسخير جميع التعداد والعتاد اللازم الضروري للتكفل بمثل هكذا حوادث. نقول الحمد لله على السلامة، والحادث المرور هذا ما اللي كان على بالو، ما كنا راقدين كامل، تلاقينا روحنا في الواد تحت. هذه قدر الله ما شاء فعل، وقل الذين أصابتهم مصيبة قالوا إن الله وإنا إليه راجعون، لما الله يرحمه والله يغفر لهم، واللي راه مريض ربي يشافيه. والحمد لله راه قايمين بينا كاع بالواجبات كل، الحمد لله
ان شاء الله ما تقدرت وواحد يقول الحمد لله. الحمد لله كل الطاقم الطبي والشبه الطبي والإداري كان مجند من أجل التكفل بالجرحى. الحمد لله الحصيلة الأولية كانت 19 جريح، حالة واحدة في حالة حرجة هي بمصلحة الإنعاش الطبي، وثلاث حالات قمنا بإدخالهم للمجمع الجراحي. رحم الله الموتى والشفاء العاجل لكل المصابين. في إطار محاربة الهجرة غير الشرعية وبعد الاستغلال الدقيق للمعلومات، تمكنت فرقة مكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالأشخاص بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالتنسيق مع أمن دائرة تنس بولاية شلف، تمكنت من الإطاحة بشبكة إجرامية دولية مختصة في تهريب الأشخاص والهجرة غير الشرعية عبر البحر، متكونة من 9 أشخاص ينحدرون من عدة ولايات الوطن. وأسفرت التحريات الدقيقة إلى كشف باقي عناصر الشبكة المنظمة، حيث تمكنت من توقيف 25 شخصا من بينهم 12 من جنسية مغربية. كما تمكنت العملية من حجز قارب سريع ذي محرك ومبالغ مالية من العملتين الوطنية والأجنبية، 3 مركبات سياحية ودراجة نارية تستعمل من طرف الشبكة الإجرامية في نقل الأشخاص محل الهجرة غير الشرعية، و9 جوازات سفر مغربية. وبعد إنجاز الملف الجزائي، أحيلوا على نيابة محكمة تنس عن قضية تهريب المهاجرين والاتجار بالأشخاص في إطار جماعة إجرامية دولية منظمة. بعد استفادتهم من قضاء عطلة مريحة وممتعة بين أحضان وطنهم الأم، غادر صباح أمس أول وفد من أطفال الجالية الوطنية بفرنسا بعد انقضاء الدورة الأولى للمخيم الصيفي بمدينة تنس الساحلية بولاية شلف، في انتظار وصول وفد ثاني من أبناء الجالية ابتداء من اليوم. المتابعة لكريم الشمط. بملامح مرحة فرحة استقبلنا أطفال الجالية الوطنية بفرنسا بمخيمهم الصيفي بتنس عبر صور اختزلتها أجواء ترفيهية ضمن نشاطات رياضية كسرت روتين يوميات مخيمهم التي تنوعت بين الخرجات السياحية إلى الاستجمام سباحة. مليحة وبغيناها و ان شاء الله نعودوها و ان شاء الله يعاود يقولنا لارواحو. عقبنا اسيجور تري ما شاء الله ولا شباب خوش مايك لا بلاج كلش مليح لو بون طون الجزائر و انا غوتروفي نو بون تابيتود الجزائر فاسي سي بيان. فشكر الجزيل للسيد رئيس الجمهوريه على اعطائه هذه الفرصه العظيمه، الفرصه والالتفاته الطيبه لابناء الجاليه الجزائريه الذين يحبون هذا البلد. ومن عيش اللحظة متعة اصطياف بنكهة وطنية إلى تثمين روابط الانتماء عبر ورشات تلقين أبجديات التراث الجزائري. تعلموني الدانس تاع الجغوة ما كنتش عرفتها و فرانشمون كنت مليحة في هذه لاكولوني فتها مليح. راني فيير دو مي تراديسيون تاع بلادي الجزائري تحية الجزائر. وبمشاعر الحنين للوطن قبل مغادرة أرضه أزدل الستار عن برنامج زيارة أول وفد لأطفال الجالية الوطنية بفرنسا وسط تثمين للمبادرة التي ترسخت في ذاكرتهم تنظيما وتكفلا تعكسها نشوة لقاء متجدد. ونختم بالذكر الحكيم، مدرسة أحمد سحنون ببئر مرادرايس بالعاصمة إحدى المدارس القرآنية الرائدة في التعليم القرآني، وكغيرها من المدارس خصصت خلال الفترة الصيفية دورة لتحفيظ القرآن الكريم لمختلف الفئات العمرية مسجلة أكثر من 1500 طالب. المزيد مع عبد العليم عزيز. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق فما أدراك ما الطارق النجم الثاقب
يونس وأمثاله غصن الندي يرتوي بتلاوة القرآن الكريم وحفظه وفق أحكامه العامة بدار القرآن أحمد سحنون بالعاصمة، حيث يتنافس المتنافسون. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. ندرسهم القرآن بالأحكام، منها الغنة والقلقلة والمدود، فهذه الطريقة طريقة جماعية تلقينية. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى. كغيرها من المدارس القرآنية عبر الوطن، للمدرسة برنامج خاص في دورة صيفية لتحفيظ كتاب الله لمختلف الفئات العمرية في قائمة تزيد عن 1400 مسجل. كاين طريقة على اللوح، الطريقة القديمة الأصيلة، ثم عن طريق المصحف، وهناك طرق كثيرة. أولا التلقين، التكرار خاصة مع البراعم. هذا العام الحمد لله المدرسة تقريبا كل سنة لها حصاد من الخير، من الختمة، من الحفظة، من المجازين. هذا العام كان عددهم من الخاتمة والختمة والحافظين والحافظات حوالي 31. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. هم أهل القرآن وخاصته في رحاب المساجد والمدارس القرآنية، ينهلون آياته البينات لتستنير بها قلوبهم. لا يصدعون عنها ولا ينزفون. وبالنفحات الإيمانية نختم هذه النشرة، نلتقي على رأس الساعة في نشرة مفصلة. السلام عليكم.